قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم السبعين، قال في صحيحه ونزلنا مع كتاب الجهاد والسير، قال: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن الرحيم من سقاط الأسباب ترى الله الجماعة. قال: حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال: سمعت البراء رضي أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول، البراء بن عازب رضي الله عنه ورضاه الصحابي الجليل، يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. قال: فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وجمعه. نعم، هذا حديث حديث عظيم، فيه نزول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قالوا نزلت فيها الأنصار في عبد الله بن رواحة وبعض الأنصار، كما قال مقاتل وغيره في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يعظهم بذلك وذلك أن المؤمنين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله جل في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأخبر الله تعالى بأحب الأعمال إليه بعد الإيمان فكرهوا القتال، فوعظهم الله وأدبهم فقال: لما تقولون ما لا تفعلون. ونزل هذه الآية كما قلت في عبد الله بن رواحة وغيره، تمنوا الجهاد، فلما نزل عليهم الجهاد راجعوا وكرهوا، قاله ابن عباس ومجاهد، وحكى ابن التين أنها نزلت في المنافقين. والتقدير على هذا: يا الذين أمنوا، حكم لهم بالإيمان فلا يكون في المنافقين. وفي قول ابن المرصوص: أي ثبتوا ككثبات مرصة من البنيان. الرجل ما عمل شيئا، أسلم ثم بعدما أسلم جاهد فقتل فدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وفاز وأجر كثيرا. ما هو إلا أن أسلم وأن بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك دخل الجنة. عمل قليلا وأجر كثيرا. وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فبايعه على الإسلام، ثم بعد ذلك جاء في اليوم الثاني منها سمع الهيئة فنزل فقاتل، فجاءه فأعطاه سهما من الغنيمة، فقال: ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن أقاتل هنا فأقتل، أو أقاتل على الإسلام أقاتل فأضرب، أرمى هنا أو أضرب من هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصدق الله أصدق. فصدق الله فصدق الله جل في علاه، فأتى به محمولا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق الله فصدق الله. فالعمل القليل، المسألة ليست على الكثير أو القليل، العمل القليل عند الله يكون كثيرا إذا كان المرء يعني في هذا الباب مخلصا لله جل في علاه. ومن أخلص لله فإنه قد فاز، ومن أخلص لله فقد فاز. وإن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالحا ومخلصا مبتغيا به وجهه. فإذا ابتغى وجه الله جل في علاه أعطاه الله فوق ما يتمنى. الفوائد المستنبطة: الأجر ليس على العمل، فإن الأضعاف المضاعفة قد تصل للإنسان في ذلك. يحتج به من يقول بعدم الاستعانة بالمشرك، كيف؟ لأنه قاتل، قال: أقاتل وأسلم. قال: أسلم ثم قاتل. ما دار الأمر على إخلاص القلوب؟ الأمر ليس على الكثرة أم على القلة. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.